مركز الدعوة الإسلامية مؤسسة كبيرة لها فروع كثيرة وأعمالها عظيمة، أبناؤها وأحباؤها بالملايين. كل هذا الخير بتشعباته وبتعدد مكوناته كان قبل 40 سنة رجلا واحد. كان هذا الرجل يحمل هما وفكرة ونية، ثم تحرك منطلقا في سبيل الله فكان هذا الخير العظيم. ونحن اليوم تمر بنا ذكرى عظيمة، وهي مرور 40 سنة على تأسيس وإنشاء هذا المركز المبارك. فالحمد لله تعالى على نعمه. وبهذه المناسبة أتقدم بأحر التهاني وأجمل الأمنيات وأطيب العبارات بهذه المناسبة الكريمة ذكرى تأسيس مركز الدعوة الإسلامية، وأقول كل عام وأنتم بخير. عندما كنت في دمشق كنت أهتم بوسائل الإعلام وما يعرض فيها، لأن فيها ما هو مفيد ونافع فنرشد الناس إليه، وفيها ما هو ضار فنحذر الناس منه. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والداعية على بصيرة من واقعه الذي يعيشه. ومع بدايات القرن الحالي ظهرت قنوات دينية عديدة، وفي عام 2008 لفت انتباهي قناة دينية مختلفة عن القنوات الأخرى. ومن هذه الأمور التي تميزت فيها هذه القناة أن مقدمي البرامج لهم زي واحد، وكل الشيوخ الذين يظهرون عليها لهم نفس الزي، وحتى الطلاب والحضور في هذه الدروس أو الاجتماعات وعددهم كبير ومع ذلك يلبسون نفس الثياب: جلابية بيضاء، عمامة خضراء، شال أحمر، سواك في مكان مخصص له. كان حقيقة زيا جميلا، وكانت مجالسهم تسودها العاطفة والتفاعل، ولكنهم كانوا يتكلمون بلغة لا أعرفها، فأتأسف لهذا وأتشوق لمعرفة من هؤلاء وماذا يقولون وما قصتهم وما ترتيبهم. ومرت الأيام ومضت السنوات وانتقلت للعيش في ألمانيا، وهنا في هذه البلاد الأوروبية تصبح مسؤولية الشيوخ والدعاة وطلاب العلم مضاعفة في نصح الناس وتذكيرهم وتربية أولادهم وتعليمهم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ألتقي بدعاة مركز الدعوة الإسلامية، حيث كانوا يتحركون في الدعوة والخير بين الناس، فكلانا يحمل الهم نفسه والغاية نفسها. وصاروا يحدثونني عن المركز ونشاطاته، ومما ذكروه قنوات مدني الفضائية، فإذا بهم هؤلاء هم أصحاب تلك القناة الدينية المتميزة التي عرفتها قبل 10 سنوات، ففرحت بهم أيما فرح. سبحان الله وبحمده، فبعد أن كان بيننا لقاء أرواح شاء الله تعالى أن يكون هناك لقاء أجساد، وأن نسير معا على طريق الصلاح والإصلاح تحت راية سيدي الشيخ المربي محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى. ومركز الدعوة الإسلامية أساسه الذي يقوم عليه هو العمل الدعوي الإصلاحي،
ونحن نجد هناك مؤسسات دعوية إصلاحية كثيرة، ولكن مركز الدعوة الإسلامية يتميز بأمور. يتميز بأن لديه قسم للتدقيق والتفتيش من أجل ضبط المحتوى الذي يقدمه الدعاة للناس، من حيث تمكن الداعية من هذا المحتوى وإحاطته به، ومن حيث انضباطه ومن حيث انضباط بمنهج أهل السنة والجماعة. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية بأن نشاطه حركي، فهو لا ينتظر حتى يأتي الناس إليه في المساجد والمراكز، بل يذهب إلى الناس وإلى المستهدفين في أماكن تواجدهم وتجمعهم، ويحولها إلى أماكن إصلاح ونصح وخير. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية بأنه يتوجه إلى فئات المجتمع كلها، الذكور والإناث، الكبار والشباب والصغار، العوام وطلاب العلم. فهناك مناهج مخصصة للصغار كحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والآداب والفقه، ومناهج للكبار من خلال دورات في تلاوة القرآن الكريم والتجويد والعلوم الواجبة التي يحتاجها في حياته، ومناهج لطلاب العلم تخرج العلماء من خلال معاهد وجامعات المدينة للعلوم الشرعية التي تعتمد الطريقة العتيقة في التعليم، وفيها تخصصات في الحديث الشريف أو في الفقه والإفتاء أو في اللغة العربية وعلومها. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية أنه يتوجه إلى كل المجالات تلبية لحاجة المجتمع، فهو لا يكتفي بالجانب الديني وكذلك بالدنيوي. كيف ذلك؟ من خلال مدارس دار المدينة التي تعتمد المناهج التعليمية المدرسية مع العلوم الشرعية من الصفوف الأولى حتى مرحلة الثانوية العامة. وقريبا إن شاء الله تعالى يكون لدينا جامعة تضم سائر الاختصاصات كالطب والهندسات وغيرها. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية باهتماماته الإنسانية من خلال مؤسسته الإنسانية للإغاثة العالمية FGRF. ويتميز بأنه يواكب العصر وتطوراته ويسعى لدخول كل المجالات للإصلاح ونشر الخير. فمع ظهور القنوات الفضائية سارع المركز إلى أن يكون لديه قنوات فضائية يطل من خلالها على الناس، وهي بحمد الله بثلاث لغات: الأردية والبنغالية والإنجليزية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر قناة باللغات العربية. وكذلك مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي سارع المركز إلى أن يكون لديه منصات في كل منها. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية بخططه وبرامجه المعدة مسبقا، فالنشاط الدعوي يكون من خلال أعمال محددة حددت واختيرت بعناية بعد دراسة وخبرة طويلة، بالإضافة إلى برامج المتابعة الذاتية بإشراف المربين للمحافظة على الاستمرار في السير على نهج الصلاح والخير. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية بأنه ليس منغلقا على قومية معينة أو على لغة ما، بل هو عالمي يسعى لأن يكون نشاطه الدعوي في مختلف القوميات والبلاد واللغات، وهذا واضح من خلال مراكزه التي تنتشر في كثير من البلاد والتي تقوم على دعاة من أبناء تلك البلاد. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية بأن طموحه كبير وهمته عالية وهدفه عظيم، يريد الخير ويسعى في نشره لكل الناس المسلمين وغير المسلمين، من خلال الشعار الذي أسس عليه مركز الدعوة الإسلامية قبل 40 سنة.
الشعار الذي رفعه فضيلة الشيخ المربي والداعي الكبير مؤسس المركز محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، الذي يقول فيه: علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. ويتميز مركز الدعوة الإسلامية بأنه يستمد هديه وطاقته ونشاطه وحيويته من أنوار الحبيب الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ومن أنوار آل البيت الكرام والصحب العظام رضي الله عنهم أجمعين. مركز الدعوة الإسلامية مؤسسة كبيرة لها فروع كثيرة وأعمالها عظيمة، أبناؤها وأحباؤها بالملايين. كل هذا الخير بتشعباته وبتعدد مكوناته كان قبل 40 سنة رجلا واحد. كان هذا الرجل يحمل هما وفكرة ونية، ثم تحرك منطلقا في سبيل الله فكان هذا الخير العظيم. ونحن اليوم تمر بنا ذكرى عظيمة، وهي مرور 40 سنة على تأسيس وإنشاء هذا المركز المبارك. فالحمد لله تعالى على نعمه. وبهذه المناسبة أتقدم بأحر التهاني وأجمل الأمنيات وأطيب العبارات بهذه المناسبة الكريمة ذكرى تأسيس مركز الدعوة الإسلامية، وأقول كل عام وأنتم بخير.